مرحبا بكم. إليكم اليوم 40 لحظة رصدتها كاميرات المراقبة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. من حسن حظ العامل أن البضائع لم تسقط على رأسه. هذا ما يحدث عندما لا يتم تثبيت حمولة الشاحنة بشكل جيد. كادت هذه الفتاة أن تسقط وسط الطريق، لكنها حافظت على توازنها. حاول الكلب الحصول على قسط من الراحة، لكنه تسبب في فوضى عارمة. لم تصب الفراخ الصغيرة بالذعر عندما تم اختطاف واحد منها، لكن الذعر أصابها بعد أن تمت إعادته إليها. اختار سائق السيارة الوقت غير المناسب لإنزال زجاج النافذة. هذان الكلبان ماهران في الرقص. لم يستطع خزان ضغط الهواء تحمل كل الضغط الموجود بالداخل. سئم نقار الخشب من الأشجار وقرر نقر الكاميرا. قام هذا الرجل بسرقة بعض الشاورما بطريقة مقرفة. من حسن الحظ أن الشاحنة لم تفقد عجلاتها أثناء السير بسرعة. أنهى هذا العامل يوم عمله بطريقة سيئة للغاية. انفجرت فتحة قناة الصرف الصحي قبل لحظات من مرور السيارة. لم تتوقع الفتاة العثور على دب داخل سيارتها. يركض النادل وكأن أسدا يطارده، لكنه مجرد كلب صغير. اختار سائق السيارة السوداء المكان غير المناسب لتوقيف سيارته. استعمال القوة ليس الحل الأمثل لفتح الأبواب الزجاجية. يشرح لنا هذا القط ما تفعله القطط أثناء الليل. إنها تحاول الطيران. نجت هذه السيارة الصغيرة من التحطم في آخر لحظة. بالغ هذا الكلب في الدفاع عن منطقته. من الجيد أن سائق السيارة السوداء لم يوقفها في مكان الانفجار. لم ينجح هذا الشاب في الحفاظ على توازنه عكس الفتاة التي رأيناها سابقا. لم تستطع آلة الرفع تحمل الوزن الإضافي. نأمل أن سائق الشاحنة سيعوض الضرر الذي تسبب به.
من الغريب أن السائق لم ينتبه للحاجز الموجود أمامه. من غير الصائب الجلوس على حبل مشدود، من الجيد أن العمال ابتعدوا قبل انقلاب الشاحنة. الأبواب الزجاجية تضع الزبائن في العديد من المواقف المحرجة، تماماً كما حدث مع هذه السيدة. ما يفعله هذا الكلب سيجبر كل من يفكر في اقتناء كلب على إعادة التفكير مرة أخرى. عيب الأبواب الزجاجية أن ملاحظتها صعبة للغاية. يحتاج هذا الرجل للكثير من الوقت ليلاحظ أن سيارته تحركت من مكانها. أما هذا الرجل فمن الواضح أنه يستخدم مضخة الوقود للمرة الأولى في حياته. من حسن حظ هذا العامل أن بعض الموظفين كانوا متواجدين لمساعدته بعد سقوط السلم، لكن الغريب أن أحدهم لم يحرك ساكناً رغم كل ما يحدث. ترتيب هذه العجلات قد يستغرق يوماً كاملاً. أسرع الكلب لتقديم المساعدة معتقداً أن الطفل سيسقط في البركة، وما فعله بعد ذلك يؤكد أنه أذكى من أولئك الأطفال. يستمتع هذا الضربان بإزعاج الكلب. يبدو أن أحدهم فقد عجلة سيارته. سقوط دراجة واحدة يعني سقوط بقية الدراجات. نجحت الفتاة في تغيير اتجاه دراجتها في هذا المكان الضيق، لكنها تسببت ببعض الأضرار. يبدو أن سائقة هذه الدراجة النارية لا تجيد التعامل مع الحواجز. تم تحميل هذه الشاحنة أكثر من اللازم. لم يكتفي هذا السائق بتحطيم الحاجز، بل إنه نسي رفع المكابح اليدوية عند نزوله من السيارة أيضاً. لم يتحمل الكرسي الصغير وزن العاملة التي قفزت فوقه. لا يحتاج هذا الرجل لشرح المشكل الذي تعاني منه مركبته. التأكد من إغلاق كل أبواب السيارة قبل الانطلاق أمر ضروري. يبدو أن النخلة الصغيرة سئمت من التواجد في نفس المكان. تسبب سائق هذه الشاحنة في تسرب أنواع مختلفة من البنزين.
يبدو عمل هذا الرجل سهلا للغاية، لكنه ليس كذلك. لم يدرك هذا الشاب بأن الكلبين سيشاركانه اللعب. تطير بصوت القفز يخبرنا بمدى قوة الرياح في ذلك اليوم. لم يستطع الكرسي تحمل وزن رجلين رغم أنه مصمم لأربع أشخاص. تمثل الحواجز مشكلة بالنسبة لسائقي الدراجات الهوائية. نفس الشيء بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أيضاً. وأخيراً، هذا الكلب متحمس للعب لدرجة أنه أسقط السيدة على الأرض. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.